this place. I decide who lives and who dies. We know that you work for the American government. سلامتكم من هوليوود. اليوم معنا تواجد عربي, معنا اياد حجاج. اهلا وسهلا. ونحن فخورين انه بكون موجود واحد عربي ضمن السليبرتي الموجودين في هوليوود. اليوم احنا في مناسبه اسمها هوليوود بيوتي اووردز, اللي هو قطاع كثير مهم بالسينما. اول حاجه نحب نتعرفوا عليك اياد حجاج للجمهور التونسي. احبتي واخوتي في تونس, السلام عليكم ورحمه الله. انا سعيد جدا اني اليوم بحكي مع الاخت الاستاذه مبروكه, وسعيد جدا اني انا حشوفكم عبر شاشه التلفزيون في تونس. انا بحبكم كثير يا اهل تونس, انا فلسطيني واحب تونس. كله من اكل بابا غنوج, قلت لك تاكلش كثير يا حيوان. نحن في هوليوود في مناسبه كبيره, لكن ايضا نحب نستغل الفرصه باش نحكيوا على وجه من الوجوه العربيه اللي مشرفتنا بهوليوود, على مسيرتك, شنو تعمل, كم صار لك من سنه, اعطينا كل هذه القصص اللي الجمهور ما يعرفكش بتونس. والله انا مشواري طويل في هوليوود, ولسه ان شاء الله حيكون اطول. انا فنان, بدات كفنان ومنتج ومخرج افلام. فيلم الأخير أحلام لم تراودني حصل على جوائز كثيرة, وكان في مصر في مهرجان شرم الشيخ, وإن شاء الله في أفلام جديدة. في عندي فيلمين بحضر لهم, اللي هو فيلم ذا إمام اللي هو الإمام, وفيلم ثاني 10 دقائق ونصف إن شاء الله حيكون هوم انفيجن اللي هو سطو مسلح على بيت, الأكشن ثريلر. والإمام برضه في أكشن, لكن هو بيتناول قضية الشعب المسلم والعربي في أمريكا, خصوصا بعد أحداث الحادي من سبتمبر, ومعاملة المخابرات لهم والشعب والنظرة العامة لإلنا كمسلمين. خلينا نرجع لتالي نحكيه على إياد حجاج. أول مرة إجا لهوليوود, كيفاش جاء وشنو عمل باش يوصل, كيفاش بدأت المسيرة يعني؟ والله أنا أخصائي علاج طبيعي, وجئت إلى هوليوود عن طريق الصدفة. كانوا بيبحثوا عن شخص بيحكي عربي عشان يتكلم في فيلم, وأنا حالفني الحظ أني بحكي عربي وعملت أوديشن وأخذوني للدور. وبعد كده بدأت مسيرتي في هوليوود. أنا كنت ممثل كطفل, يعني أنا كنت في رامبو 3 كطفل وفي أفلام أخرى أمريكية, لكن تركتها, وأهلي كانوا بدهم إياني أكون دكتور, ورحت تعلمت وكان كمثل العرب يعني. لكن هربت يعني. وهربت, ويعني أنا فنان وأحب الفن, ورجعت لفني ورجعت للإشي اللي أنا بحبه. لي لا تغفر لي كل ما تالي وشلون قدرت تغفر لي؟ كيف الله يخليك, أنا بعد ما أقدر أتحمل. أنا أستحق الموت. حاولت أصلح غلطي, خطيئتي, بس ما في ثمن يعوض عن اللي سويته. طبعا ماكو. منو يقدر؟ مثلته في هوليوود, كيفاش تحصلت عليه؟ وحكينا عن المغامرات اللي فيها يمكن ما نجحتش فيهم اكثر, لانه دائما الانسان يحكي عن النجاحات بس اكيد بيكون طاح 100 مره باش يوقف مره. نعم, هو يعني احنا مش لابسين حلو بنعمل افلام لا, الفشل اكثر من النجاح في هوليوود, لكن الاصرار, الانسان انه يصر ويصمم انه ينجح بينجح ان شاء الله. لكن انا فشلت كثير, يعني كنت اسوق 6 ساعات ونص من مكان القديم على هوليوود, اعمل اوديشن وارجع, اعمل اوديشن نص ساعه وارجع 6 ساعات ثانيه, 12 ساعه سواقه عشان اعمل اوديشن, والحظ فيها يمكن 3%. وكل يعني 5 أو 6 أو 7 اوديشن اخذ شغله واحده, لكن الحمد لله الان بيجيني شغل بدون اوديشن. اول اوديشن تم قبول فيه اياد, يو جت ا كول باك,
كول باك في هوليوود يعني شغلة كبيرة. يا هو الحمد لله أول ما جيت هوليوود أخذت أوديشن على مسلسل قديم مش عارف إذا ذكرينه اسمه The Unit مع يعني ممثلين كبار جدا، وأنا كنت جديد كثير وأخذت كول باك في السي بي أس استوديو، وكان إيش الفرحة مش سيعاني إنه أنا رايح على كول باك وشغلة كبيرة جدا يعني، لكن ما أخذت الشغلة. بس كول باك في هوليوود إشي على مسلسل كبير على يعني في استوديو سي بي أس إشي ضخم جدا، لكن يعني الحمد لله ما صارت، لكن بياخذوا عنك فكره كويسه وبيشغلوكي بعد هيك. It's round trip, right? One way, ma'am. يلا خلصينا، عندها شغل بدنا نروح. ايش الهبل هذا؟ May I make a suggestion? شخصيا شفتك اخر مره ما شاركت في عمل مسلسل كوميدي، يعني من اصعب الاشياء انه الانسان الممثل يوصل يصير كوميديان، لكن انت حققت هذا الموضوع، احكي لنا على التجربه هذه في مسلسل مشهور جدا. نعم، أنا عشان أميز نفسي أولاً في مجال التمثيل عن الممثلين العرب أو الشرق أوسطيين كما بيسمونا هنا، دخلت في مجال الكوميديا وتعلمت وتدربت، يعني أخذت 5 سنوات تدريب على الإمبروف، على السليقة، التحدث بالتلقائية. ونعم اشتغلت على مسلسل ويل أند غريس، المسلسل التاريخي يعني ويل أند غريس، وكان بيحالفني الحظ يعني الحمد لله أني اشتغلت معهم. وبعدها مباشرة اشتغلت على مسلسل تاني مع اسمه على شو تايم اسمه بلاك موندي، مع الرجل الأسود، هو من أصل أفريقي، وكان في فيلم اللي هو ايرون مان اللي هو they call him the machine، دون تشيدو إذا تعرفوا الاسم، دانشيل، يعني اشتغلت عليه على مسلسل وكان رجل رائع جدا. انا تمتعت كثير بالعمل على الكوميدي لانه صعب جدا. انا نصيحتي لكل شاب وشابة عربية يطمح في النجومية وخاصة في هوليود ان يعمل بشكل جدي. العمل والطريق والمشوار صعب مش سهل، لكن ما تسعى للنجومية، اعمل شيء انت بتحبه، حب عملك، حب الفن وتعلم الفن وتعلم وتعلم واشتغل على قد ما تقدر، وان شاء الله الشهرة بتيجي بعدين، بس اهم شيء انك تعمل الشيء اللي بتحبه.